وينضم إلينا على الهواء مباشرة في نشرة السادسة مشاهدينا الكرام الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. أهلا بك دكتور علي. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين الكرام. دكتور، إذا الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال اجتماعاته اليوم وجه بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة وأيضا التحول الأخضر لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. كيف ترى إذا جهود الدولة في هذا المجال؟ خلينا نقول طبعا تعاون مزمن ما بين المؤسسات التنموية والدولة المصرية في إطار ثقة متبادلة وفي إطار شراكة لتحقيق الأفضل للمواطن المصري من حيث الخدمات، من حيث التنمية والاستثمار في رأس المال البشري، تطوير في كتير من الخدمات الأساسية على رأسهم بيأتي التعليم والصحة، بجانب كمان ملف الطاقة وزي ما حضرتك ذكرتي الجزء الخاص بالاقتصاد الأخضر والاعتماد بشكل كبير على الطاقة الجديدة والمتجددة والحفاظ على البيئة والتحرك اتجاه خطوة يمكن العالم كله دلوقتي بيتعاون فيها وبيتكاتف فيها، وهي قضية تغير المناخ. ويمكن التعاون المثمر ما بين مصر وما بين المؤسسات التنموية بيقدر ان هو يساهم بشكل كبير جدا في تسريع الخطوات الخاصة بالتنمية وكمان توفير التمويل اللازم بفوائد ممكن تكون منخفضة جدا مقارنة بعمليات الاقتراض من اي مؤسسة اخرى. وبالتالي المؤسسات الدولية في ظل جهود الدولة بتقوم بيها وفي ظل كمان مبادرات مهمة جدا الدولة اطلقتها خلال الفترة الماضية بتتحرك عليها، وبيجي طبعا مشروع حياة كريمة واحد من اهم واكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم وليس بس على مستوى الشرق الاوسط، وبالتالي ده اللي بيدي ثقة كبيرة جدا للمؤسسات الدولية ان هي تقدم مزيد من التعاون، واللي كمان بيدي مساحة للقطاع الخاص ان هو يشارك كمان جهود الدولة في عملية التنمية. ودي كمان نقطة الدولة بتأكد مهمة عليها جدا، بتأكد على أهمية القطاع الخاص في مشاركته للدولة. ومن هنا بنشوف ان في مثلث ازاي ان اضلاعه هو مؤسسات الدولة، ازاي ان الضلع الاخر مرتبط بالشركاء المؤسسات الدولية وشركاء التنمويين على مستوى العالم بجانب القطاع الخاص. المثلث دوت يقدر ان هو يفعل بشكل كبير ويسرع من الجهود والرؤية اللي احنا كلنا بنحلم ان شاء الله بتحقيقها، رؤية 2030 وهي رؤية تنموية الغرض الرئيسي منها تقديم الافضل للمواطن المصري. صحيح. طيب دكتور، يعني ايضا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اليوم باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وأيضا جذب الاستثمارات. كيف ترى جهود الدولة في دعم البورصة المصرية وجذب الاستثمار أيضا؟ فكرة يعني خلينا ناخدها من كذا نقطة. النقطة الأولانية هو فكرة إن الدولة بتأكد على توسيع قاعدة الملكية ودخول القطاع الخاص وإزاي إن يبقى في مساهمة بشكل أكبر من جانب الأفراد في ملكيتهم للمؤسسات، ده جزء مهم جدا. والشركات عملية التنوع وتوسيع قاعدة الملكية ده جزء مهم جدا وبيرد على كثير من التساؤلات، هو ان الدولة لا بتؤكد على شراكة القطاع الخاص وعلى شراكة الافراد في ملكية الشركات، ده جزء. الجزء الثاني هو ان البورصة المصرية في اشد الاحتياج طبعا لهذه الطروحات، لان دايما الطروحات الحكومية بتبقى ليها مردود ايجابي وليها اقبال شديد جدا سواء من جانب المستثمرين الاجانب او من جانب الافراد، فبالتالي دوت هيقدر ان هو يعمل نوع من انواع الانتعاشة بشكل كبير في سوق الاوراق المالية في ظل يمكن حالة بيشهدها العالم كله دلوقتي، حالة من حالات عدم اليقين. البورصة المصرية اتأثرت الفترة الأخيرة كمان يمكن ببعض الملفات اللي كانت شائكة سواء مستوى الضريبة وخلافه من هذه الأمور، فبالتالي فكرة إن يبقى هناك طروحات الفترة القادمة هتساعد طبعا المشروعات ديت إن يتوفر لها التمويل اللازم، وفي نفس الوقت هتعمل مفهوم. نوع من أنواع الترشيح في سوق مفهوم الأوان. مفهوم. طيب احنا نشكرك شكرا جزيلا الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، كنت معنا في نشرة السادسة.